السلام عليكم يا رجاله. النهارده باذن الله هنشوف مع بعض يعني ايه المصداقيه في المعلومه. هنشوف مع بعض النهارده ثلاث اختراعات، والثلاث اختراعات هنجربهم مع بعض وهوريكم تجربتهم على الميه، عشان نعرف ان لما يكون في اختراع او فكره جديده لازم تكون عن تجربه. يلا بينا. يلا نشوف مع بعض صورة أول اختراع أو أول فكرة. يلا بينا نشوف أول صورة. الاختراع ده يا جماعة، صورة الاختراع اللي شفتوها دي، ده أنا مسميه سفاح الأراميد. ده فكرته إن أنت حضرتك بتجيب دايرة سلك، دايرة تعمل واحد أساس على شكل دايرة، وتركب فيه تلات خيطان، والتلات خيطان يبقى في كل خيط رصاصة تقيلة وهلم، بحيث تبقى واخدة الشكل ده، الشكل الثلاثي ده، ويبقى في خيط واحد اللي فوقاني اللي هو ماسك التلاتة، وده متوصل على خيط المكنة، ده أساسي، وبنسقط وبنخليه ينزل واقف عدل في المية، وبتشنق على الخيط على الخيط يعني بتشنق بالعود على الخيط، وأي لمسة في التلات خيطان، أي قرموط ماشية في الأرضية بيلمس في أي تلات خيطان، قرموط سمك أي حاجة ماشية في الأرض تلمس في اي خيط من الثلاثه بضرب انا عليه. الفكره من الموضوع كله ان انا كنت شغال بهلب واحد، والهلب ده كان واخد دايره قطرها 2 سم ونص، فانا عايز اوسع مجال الدايره، فعملت الدايره اللي هي 25 سم دي بحيث ابقى واخد مجال اوسع. يلا نشوف التجربه معانا على الميه ونشوف سمك. يلا بينا. اول حته معانا يا جماعه الاختراع بردك اهي، شوف الحته ده، سواء ننزل لها بس عشان ما يجيش حد. اهي يا جماعه بنظام الاختراع برضو اهي، دي اول حته معانا اهي، عامل ازاي اول حته معانا اهي يا جماعه، اهي المجرد ده الحل ده عشان اجيبه شيء مهم. فين يا جماعه الحلوف ده؟ شوف قد ايه تمز اجيبه بدل ما يضيق. خليكم معايا اجيبوا بس واجيبوا. شايفين يا جماعه قد ايه؟ اهو شايفين قد ايه؟ اهو شايفين يا جماعه قد ايه؟ اهو شغل السفاح برضه كده معاه. اهو يا جماعه، اهو يا جماعة ده أول رزيلة النهاردة، النهاردة التلات 22/1، اهو يا جماعة ده شغل الاختراع الجديد، هنطلعه ونوريكم الاختراع. اهو يا جماعة شايفين الاختراع الجديد ده؟ ده اختراع بسيط، اهو الاختراع اهو يا جماعة، حتة حديدة ولفافة دوران وعامل فيها تلات اهلاف بحيث اخد مجال واسع عن هلب واحد. شايفين الجمال؟ اهو ادي هلب والتاني اهو التلاتة اهو على خيط واحد اهو يا جماعة كده على خيط واحد. ايه رأيكم يا جماعة؟ حاجة حلوة تمام صح؟ مفيش بعد كده مصداقية. يلا بينا نشوف صورة تاني اختراع. يلا بينا. الصورة اللي حضراتكم شفتوها ديت اختراع قنبلة التزفير، بتستخدم لشغل الغلة، تحطها حضرتك بتملاها علف على غلة أي نوع تزفير وتحطها في قلب الإزازة دي، وتخرم الإزازة طبعا بتخرمها كلها خرام بحيث إيه تطلع الريحة بره، تطلع ريحة العلف، تطلع أي حاجة من موجودة في الإزازة بحيث تحطها على طول بره، صعب تحطها على الدور بره، طبعا السمك بيتلم عليه دي بس كل مطلوب منها إنها تزفر الدور، وأدام الدور اتزفر السمك بيتلم وبتنزل قدامها انت بالغلة، وبس بترمي مثلا 20 حبات غلة فوق دماغك. يلا نشوف تجربتها على المية. يلا بينا. يا رجالة ايه رأيك؟ واحدة راتشة يا رجالة ودي واكلة ايه؟
شايفين الشغل العالي ده على ازازة العلا. ازازة العلا يا شباب، اي فكرة لازم تتجر قدامكم. دي سمكيات جلاتش والتانية جواكل اهو يا رجالة، تابعونا يا شباب. العب يا كبير غلة. ها يا شباب غلة اهي، ثواني مش هفصل الكاميرا عشان اوريكم ازازة العلا فين شغال عليه. مش غلة اهي يا رجالة، حتة سمكة اهي اهي الغلة بقها اهي، ثواني كده الغلة بقها اهي على السن اهي، وغلات التناس بتاع بتاع السن التاني اهو. تعال نشوف برضو، نشوف احنا ازازة العلف موجودة ولا مش موجودة. اتفكروا بضحك عليكم، مش هفصل الكاميرا. تعال نشوف ازازة موجودة ولا لا، اتفكروا بضحك عليكم ولا حاجة. الصبح هي موجودة يا رجال اهي، راحت من الخيط بتاعها اهو، الخيط اهو ازازة العلف يا رجال، منقص منها الهواء بس لما السمكة حوالين حوالين منها بس عشان ما تطلع ريحة. الخرام كلها مطلعة علفة اهي، تفضل معاك كده لو قعدت اسبوع في الماء مش هتحصل حاجة. غلاية يا رجالة، غلاية فوق اهي من على الدور اللي فيه ازازة التصفير اهو. بشيل عشان انقل، لقيتها معلقة نفسها وواقفة في الدور. استنى حاول اشوف حجمها اهي، حتة حلوة مش صغيرة والله. الله خاصي بقى، العب يا معلم. غلى يا رجال اهي من على الدور بتاع ازازة العلف الغلايه اهي. استنوا الغلايه اهي فوق السمكة. تمام يا جماعة، كل فكرة واختراع لازم يكون متجرب عن تجربة، مش هطلع نضحك على الناس عشان التجربة خير دليل لنجاح الفكر او نجاح الاختراع. خش على تلات اختراع نشوف صورته. دي يا جماعة انا مسميه الهلب السداسي لانه فيه 6 سنون، وهتلاقي الفيديو بتاعه مكتوب الهلب السداسي موجود على القناة لو عايزين تعرفوا طريقة عمله وكده. ده بيستخدم فيه يا جماعة، ده بيستخدم مثلا الدور مجمع سمك ومش عايز ياكل، بقوم جام سقطه مشن عليه اي لمسة فايقه حتى لو مش تلمس، انت ممكن تسقطه دي اهم ضارب طبعا، واخد مجال واسع في المية لان انت 6 سنون، واي ضربة في مجال 6 سنين مثلا في جايب مجال 15 سنتي، اي ضربة لفوق في مجال 15 سنتي طبعا لازم يكون في سمكة واقفة فبيجيبها. او بيستخدم انا استخدمته بقى في مكان حاجة تانية، كان في حتة في مكان فيه أرامل كتير وبيطلع بينفس من مكان كده ضيق، قمت مسقطه له وربطه في عصاية. ما تيجي نشوف أحسن، تعال نشوف أحسن، يلا بينا نشوف التجربة على المية مباشر، يلا بينا يا جماعة. جايبها أنا حاطه في الحتة اللي بيطلعوا يتنفسوا منها، جايب أخد نفسهم منها فأنا حاطه لهم كده بحيث يشبك كده من غير حاجة بخشب أهي، وأعمله لهم. والعود التاني اللي اتولطش منه مع الماية ماشي، ده الهلب السداسي اللي جابته اللي انا كنت عامله قبل كده، فاكرينه؟ خليكم معانا. تاني حتة يا جماعة داخلة على السبحة في الماية دي، تاني حتة داخلة على السبحة
اختنت السفحة خالص، شغال بأربع تهلات اهي. خليكم معانا. تاني حتة يا جماعة الهلب السداسي يجيبها لوحده، هو بيضرب نفسه الهلب السداسي اهو يا جماعة، فاكرينه طبعا اهو. دي تاني حتة يجيبها، شوف شوف كام هلب، كام صنارة ماسكاه. هوريك طريقة شغله دلوقتي، ثواني. بصوا بقى يا جماعة، انا جايب الهلب اهو، الهلب قدامكم اهو، تمام، وربط في حتة خيط 60 اهو، تمام، وربطه بالعصاية دي، وحط العصاية تبقى من ورا اهي، وحطه في المكان ده كده. المكان ده يا جماعة ايه ده، رموز بتلاقي ياخد نفسه من الحتة دي كده اهو، رموز بتلاقي ياخد نفسه فبيضرب نفسه اهو، بسيبه كده خلاص. رموز بتلاقي ياخد نفسه من المكان ده، فيقوم جاي الهلب ضربه. انا شغال في المايه دي، ان شاء الله تشوف برضه. تمام يا رجاله، زي ما وعدتكم ثلاث اختراعات او ثلاث افكار جديده مش موجوده عند حد، بتجربين على الميه قدام عينكم، عشان المصداقيه اهم حاجه في اي قناه. لو عجبك الفيديو يا ريت لايك، لو لسه جديد معانا يا ريت تشترك معانا ومش هتندم. وبإذن الله أي معلومة هتاخدها من القناة دي هتبقى عن تجربة. السلام عليكم. لو عجبك الفيديو يا ريت تدعمنا بلايك، ولو لسه ما اشتركتش يا ريت تشترك معانا وفعل زر الجرس ليصلك كل جديد. السلام عليكم.